قادرة على حمل رؤوس نووية بعد نشاطات أخيرة لطهران في هذا المجال. الاتهام جاء في رسالة سلمتها كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة. اعتبرت أن هذه الأنشطة تتعارض مع قرار للأمم المتحدة بهذا الشأن وطالبت بتقرير كامل من المنظمة الدولية. القلق الأوروبي من نشاط إيران الصاروخي جاء بعد تدشين طهران مركبة فضائية استخدمت لإطلاق أقمار صناعية والكشف عن صاروخين باليستيين جديدين في فبراير الماضي تمت صناعتهما بتقنية ترتبط ارتباطا وثيقا بتطوير صواريخ باليستية طويلة المدى وعابرة للقارات. الرسالة الأوروبية وهي من دول وقعت على الاتفاق النووي مع إيران رأت أن هذه النشاطات المتزايدة تتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2231 وهو القرار الذي يدعو إيران لعدم تنفيذ أي تحرك يتضمن صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية. بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعت الأمم المتحدة للتحدث بشكل كامل وتام عن نشاط الصواريخ الباليستية الإيرانية في تقريرها المقبل في يونيو. رسالة الدول الأوروبية الثلاث تأتي بعد نحو شهر من توجيه الولايات المتحدة نداء مشابها إلى مجلس الأمن.